جديد. في هذا المقطع سنحدثكم عن المقاتل الوحيد الذي استطاع هزيمة المقاتل المرعب كامارو عثمان وجعله يستسلم للمرة الوحيدة في مسيرته، وسنعرض لكم ما حدث في ذلك النزال وكيف استهزأ ذلك المقاتل بعثمان وردة فعل عثمان على تلك الهزيمة المريرة، فتابعوا معنا. ولا تنسوا الضغط على زر الإعجاب تشجيعا لنا على الاستمرار إن أحببتم المقطع. يعتبر المقاتل النيجيري المخيف كامارو عثمان أحد أقوى أبطال الوزن المختلط في تاريخ UFC، فمنذ اللحظة الأولى التي دخل فيها إلى المنظمة بدأ بسحق خصومه والقضاء عليهم واحدا تلو الآخر، حتى أصبح الجميع يتهربون من مواجهته ويخافون عند سماع اسمه، مما جعله يحصل على فرصة للمنافسة على حزام البطولة ضد البطل السابق تايرون وودلي. وبالفعل فقد استطاع عثمان السيطرة بشكل كامل على وودلي وانتزاع الحزام منه، ومنذ ذلك الحين لم يستطع أي مقاتل الوقوف بوجه عثمان أو تشكيل أي خطورة عليه. ولكن في الحقيقة فإن الأمور لم تكن دائما كذلك، فقد استطاع مقاتل وحيد فقط القضاء على عثمان وفعل ما لم يستطع أحد فعله قبله، وهو المقاتل الأمريكي خوسيه كاسيريس. ومن المعروف أن عثمان لديه سجل قتالي أسطوري ب19 انتصارا وهزيمة واحدة، وكان كاسيريس هو صاحب هذه الهزيمة والتي لوثت سجل عثمان إلى الأبد. وقد حدث ذلك الأمر في النزال الاحترافي الثاني لكامارو عثمان في سنة 2013، حيث جمعه القدر مع كاسيريس ولم يكن يعلم أن هذه المواجهة ستكون الأصعب له في مسيرته. فبعد أن أعلن الحكم بداية الجولة الأولى بدأ عثمان بالهجوم على خصمه وتوجيه اللكمة له بكل ثقة واستخفاف بقدراته، وثم ما لبث أن قام بإسقاطه أرضا وإمطاره بضرباته القوية. ولكن ما لم يكن عثمان يتوقعه هو أن كاسيريس كان يجره إلى فخ القتال الأرضي، فبدأ يحاول إخضاعه وتثبيته من الأسفل، وهنا شعر عثمان بأنه وقع في الفخ فأدار ظهره لكاسيريس وسارع بالوقوف والابتعاد عنه. ولكن كاسيريس أحكم قبضته على رقبة عثمان وتعلق به من الخلف ونفذ حركة إخضاع رائعة كادت تفقد عثمان وعيه، مما أجبره على الاستسلام والانسحاب من النزال. وهكذا استطاع كاسيريس إخضاع عثمان بحركة خنق رائعة وتلقينه درسا لن ينساه في حياته. وقد ظهر خوسيه كاسيريس في مقطع يتحدث فيه عن ذلك النزال وعن هزيمته لعثمان، حيث لم يكن أي مقاتل يجرؤ على قتال عثمان عندها خوفا من قوته، وكان كاسيريس هو الوحيد الذي قبل بمواجهته بعد رفض 22 مقابلا لمواجهة عثمان. I went through 22 opponents within my first fight before I got the second fight. Because everyone wants to get to the UFC and they figure, oh, it's the best record. You want to be undefeated to get to the UFC. So nobody wants to fight anyone that's hard. Right. And so, of course, at that point, I was a wrestler. I could take anyone down, hold them down for 3 rounds and win fight. So everyone, no one wanted that fight. CFA gave me a call and they gave me a name saying that, like, there's this guy named Kamaru Usman and nobody wants to fight. And we need you to fight him, Jose, you know? So I don't know who Kamaru Usman is. I looked him up and stuff, and I know he was like undefeated in his amateur record. I don't even know anything about this guy, but I'm like, this guy's a vicious striker. So I prepared for a vicious striker. And then I found out that he has like collegiate wrestling. So I was like, oh, this guy's also a college wrestler. It's legit, seriously. That he was just gonna base everything. He just looked like everybody else. And I'm like, he's a wrestler that's gonna just try to take me down and maul me, bro. You know what? Like, I got something for his ass. And I smoked his ass and I just... وبعدها قال كاسيريس بأنه يعتقد أن عثمان ليس بطلا حقيقيا وإنما مجرد مقاتل زائف يحمل الحزام الذهبي. The guy thinks he's hard, bro. He's shit, man. This guy, he's just another nigga holding the belt, bro. وفي مقابلة للبطل النيجيري عثمان مع جو روغان تحدث عثمان عن هذه الهزيمة المريرة، وقال أنه كان قد أصيب بالغرور عندها لأن جميع المقاتلين كانوا يتهربون من مواجهته خوفا من الهزيمة،
وقال أنه قد استخف بكاسيراس واستهزأ به عندها وظن أنه مقاتل بلا قيمة، وكان هذا هو السبب الرئيسي في هزيمته. And so I figured I can wrestle my way through all this. Like, man, these guys are all low level guys. You know, look who I train with. Train with Rashad Evans and these guys. Those guys can't touch me. وثم تحدث عثمان عن الطريقة التي أجبره بها كاسيراس على الاستسلام وما شعر به بعد تلك الهزيمة المفاجئة. And so he just basically climbed up my back. Boom. We're not even sweating yet. Boom. He's on my back. I'm standing up with the backpack on. He's six something. He has a foot on the ground, one foot wrapped around me. He's fighting for the. I never felt so. I don't want to say emasculated, if that's the word. I never felt so like I just. That's what I said. Like win or lose, it takes something from you. I just paced back and forth, and the feeling in my mind was, I am never gonna feel like this again. I do not ever want to feel like this. وحتى أن غريم عثمان كولبي كونفيكتن المعروف بالعداوة الشديدة بينه وبين عثمان قام في أحد المقابلات بالسخرية منه والشماتة بما فعله به كاسيراس في بداية هزيمته. فاسمعوا ماذا قال. He can't keep up with the pressure, man. He's a joke, man. He wasn't made for the pressure. I'm the king of pressure. Says the guy that got choked out by Jose Caceres. Shut your mouth, dog. You suck. What does that belt say? Says the guy that got choked out. This is the real world championship, the people's championship. وقد اعترف عثمان بأن تلك الهزيمة هي أحد أسباب وصوله إلى ما هو عليه اليوم. فلولا تلك الهزيمة لم يكن ليصبح بطل الوزن المختلط في أعظم بطولة في التاريخ. وذلك لأن تلك الهزيمة قد علمته الكثير فعلاً. فهل ستكون هذه الهزيمة هي الوحيدة في مسيرة المقاتل النيجيري؟ وهل سيستطيع الحفاظ على لقب البطولة حتى انتهاء مسيرته؟ أم أن هنالك مقاتلا آخر سينتزع البطولة منه ويجعله يشعر بمرارة الهزيمة من جديد؟ أخبرونا بآرائكم في التعليقات. نرجو أن تكونوا قد أعجبتم بما قدمناه لكم في هذا المقطع. إن أعجبكم المقطع لا تنسوا وضع إشارة الإعجاب دعما لنا على الاستمرار ومشاركة المقطع مع أصدقائكم. ولمن أراد مشاهدة المزيد من المقاطع الدخول إلى صفحتنا الرئيسية. ودمتم بأمان الله.